السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رايحين لنادي مطبوي يا اخوان عمر زكي. بس قبل اشوفوا هذا الولد ايش قد حلو. احلى شيء بيلو لما يكون عندك بايسكل. هذا الازرق هو طريق البايسكلات. واكو واحد من اخوان عمر زكي هذا. لونك شلون عرفتني؟ اول مرة تشوفني؟ هاي نفس الحذاء. بالمناسبة انا مريض فوقاه رايح العب طوب. تأخرت عليك ادري. هاي الاكله شنو؟ هاي الاكله عند تركيا اسمها بيذا، نفس اللحم العجين بالعراق. هذا المحل يبيع اشياء حلوه والله. السكاكين اللي عندهم كاختصار انتيكات هوايه حلوه. سيف علي بن ابي طالب، حلو هذا المحل، يعجبني اتفرج على هيجي شغلات. هاي السياره مال دكتور سيف. حسب ملاحظتي خلال هذه الايام القليله انه الاتراك يكرهون العرب والامريكان، ما ادري ليش، مو كلهم بس نسبه كبيره. متاخرين على عباره، نطلعك بالفلوق واعتبر انه عزيمتك وصلت. لا لا ما يصير. هذا هم من اخوان عمر زكي، ايش صار في ايدك؟ سلامات. ما تتونس. غروب رهيب والله. اخوان عمر زكي. هاي دي يعني يلا. يا واش يعني على كيفك. دي كاتت يعني احذر. ايه. اول بورش اشوفها. شان نوصل الملعب. الله 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 الله. عاد ما ادري راح نلعب ما راح نلعب والله ما ادري. حلو هذا التمثال والله، حلو هذا الملعب همينه. زين كابتن عرفنا باسمك. علي جواد. من اليمن، من سوريا، من العراق، من كل مكان ما شاء الله. هسه وقت التمرين قبل المباراة يتمرنون. مرتب منظم ما شاء الله. هسه انا جاي اتعلم. مدرب كلش زين، كلش حباب وياهم وتعامله كلش زين وياهم. قفز الارنب قفز الارنب. قالوا له تلعبوا يا الكبار ولا يا الصغار؟ قلت لهم يا الصغار طبعا، هذول اخواني قلوبهم بعدها طيبه وعلى نياتهم هيك. هسه خلصوا التمرين يروحون يتوضون، نصلي المغرب ورا نلعب المباراه. اليوم هو جولتشي. خليك شيل عليه وما صف. عافيه. هاي اذن وهسه راح نصلي. على مدرج اليوم ما تطلع هيك يسوون. هتخلي كاميرا احنا بدنا نصلي؟ لا. ليش على صور احنا بدنا نصلي هم لا؟ ما شاء الله عليهم الله يحفظهم. سعاده بقلبي تقرا الف هسه والله شيء يسعد. خلصنا صلاه وهسه بده يصلون صلاه السنه. هسه قرعه نشوف ويا من راح العب. عمر زكي ويا علام. يلا وياهم. هو هذا الفريق اللي كنت اريده. ثلاث افرقه الفايز يبقى بالملعب. هسه مناظري كل شويه توقع. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me or nobody is going to hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. باصات باصات عمل جماعي. ها شوف القمر، سبحان الله. شوف الطيور هم قاعده تطير هناك. من راح يشوت؟ يلا جيبها جول. متاكد؟ الله والله حلو عارضه. جول مننا. جاب جول مننا. تصورت يمكن. ها ما
اعطيتوني جول على اساس متوعدين اعطيكم 10 ليرات وتعطوني جول ما اعطيتوني. شكرا كابتن على الفرصه، فرصه سعيده وياك والله. بالعكس احنا سعاد وشرفنا بك عمور. تعاليمه حلوه وتعاملوا وياهم كلش حلو. هم ناسي تليفونه واخذ صوره مننا. شنو كلها بليره هاي؟ ظلمه. حلاوه حلاوه. احنا البايسيكل مثل السياره وحتى احسن. انا حاطين مي حتى خاش بالعيد ادير نظم نتاني او تناجم نشوي نوما ما اسبداني او تناجم نشوي. شلونكم؟ هسه جبت التليفون؟ دولة من السعودية همينة ما شاء الله. صار حادث يا مي ويا ما دمان دمان ارشحان ارخاين زمان دلم ريم جيان نغرم ناوه بي تفت جران دلم ريم جيان نغرم ناوه بي تفت جران. يريدوني اجرب المحار يقولوا لي طيب. كلش طيب والله. يلا ما طول التقليد طيب راح اجربه. راح يخلوني ازوع اليوم. شلون يسوي؟ هذا هو المحار راح نجربه هسه. ان شاء الله حاط فيه شغلات طبيعيه هيك تكون معقوله. عبالك حاط بيها تمه؟ بسم الله. طيب تمه وسمك. صورك انت همينه؟ هاي اخونا التركي. واتس يور نيم؟ ما شاء الله. نايس نيمز. ميلك شيك من برجر كينج. نانا نص الاسعار اللي بامريكا اذا مو ربع حتى. تشيليك يعني فراوله. مطعم. حمامات بيها باسورد هنا. كلش جوعان هذا خطيه يقهر قاعد يدور اكل صار له ساعه ما حد يعطي اكل. لو عندي اكل والله كان طيب. هالقد ما جوعان قاعد يلطع بالقاع. جاهز الخسارة؟ لعيب طلع بهاي اللعبة. نال بطاطا طبيعيه راسا يسووها هيك. نال انترنت يحتاج اقامه ما اعرف ليش شيء غريب. كمشه ما ادري ايش يقول. ولا ريد ليرتين مصر لازم. لما مطينا فلوس قام يحكي حكي عيب. اصلا جيبه كان يخرخش فلوس. شلون دبكه فاتحين لهم عمي هلا شكو عليكم عيشوا. تاخذ نسكافيه على مود وراي مونتاج لليل. اهل السعوديه دمروني بمستر شنب. هي مو بعدد المشتركين، المهم مشتركين يحبوني ومستمرين ونحو الافضل. هاي احد متابعيني يشبه بن باز الاماراتي. حبيبي عمور على راسي. من وين عمي انت؟ من بغداد والنعم. عفنا ذولاك وجينا هنا كله على مود نفيده. شوفوا هذا الوالد يريد يقطع. لا لا تقطع. خذ المتابعينك الوداع. شوفك على خير ان شاء الله. هاي حلوه على مود ينتبهون. راح افززهم. وهاي هنا على صفحه اخويا. هاي شنو السالفه؟ هاي شنو الصدفه هذه؟ والله لا متفقين ولا شيء. شنو هذا؟ هذا اخويا الغالي هذا. الله يسلمك ويرفع قدرك. ابوي قام يسوق البايسيكل الساعه 12 ونص بالليل. سبحان من صدف هيك. شلون صدفه قويه انه امي وابويا واخويا بنفس المنطقه التقينا. يعني حتى لو متفقين ومحددين موعد ومكان ما الالتقاء كان ما صارت هيك. انا كلش فخور انه اخواني الصغار اللي هنا عندهم هيك كابتن محترم وهيك خلوق وتعامله كلش رهيب وياهم ويعلمهم على الصلاه ويخليهم يصلون سويه. حتى بالمسجد الثاني شفناه هناك كان يصلي. ودائما بهذه الحياه تعلم تتعامل ويا الصغار ويا الكبار ويا العجائز ويا كل انواع الناس. تحاول تتعرف على هواي ناس على مود تتعرف على شخصياتهم وعلى تعاملهم وعلى مود تعرف البشر على حقيقتهم وتعرف شلون تتعامل وياهم. بهذه الحياه اكو ناس يعرفون لغه الحيوانات ودارسين عن الحيوانات كلش وفاهمين الحيوانات، لكن انا اقول لك فهم البشر اهم بهوايه، لان تعاملك دائما راح يكون ويا البشر. فحاول تدرسهم وتفتهمهم بحيث راح توصل مرحله من وجه الانسان تعرف شخصيته وتعرف اذا زين او لا او يريد بك سوء او يريد بك خير. شوفوا ذولا صايرين عصابه. بالعراق الكلاب يهجمون عليك. عجب البايسيكل لابوي. شوف السيارات هنا كلها غريبه. شوفوا هذا الحكي يختصر الهدف مالتي. حلويات الزين والاجواء الليليه الزينه. اليوم نصير باكر. وقت الغداء عندنا ضيوف اليوم. هسه رايحين للساحل. اليوم درجه الحراره 27 سيليزي. حتى هنا يصيدون سمك. قاعد تلعب ويانا في ساحل المخبل. هاي قمزت عليه. اعرفكم على ياسر بن خالي. صار 14 سنه ما شايفه من ايام العراق. عمو
عموري ابن عمتي الورد، عايش بجورجيا ومتزوج جورجيه. وشنو بعد؟ طالب. شاكو معلومات. طالب طب اسنان. يحكي جورجي وانجليزي همين. طلعت لحم تشويش تباين عليه هسه. لزق بيها بعد، هاي لزق ما يتركها. هاي خالي الورد ضياء، اعرفكم عليه حبيبي الغالي. هسه جايين سياحه هنا بتركيا وشفناه، صار لي همين 14 سنه ما شايف خالي، تخيلوا. حتى ما اعرف شكله، ما اتذكر. سبحان الله على راس. الف مبروك. الله يبارك فيك ان شاء الله. يوم زواجك يوم ليلك بالثاني. حبيبي حبيبي خالد قتله. هذا المسجد اللي راح نصلي به. ما شاء الله هنا حتى الشرطه جايين يصلون، ومعروفه تركيا انه الشرطه مالتها زينين. هاي شي يسوون البطاطا. طلع واحد من متابعيني وما يقول لي قاعد يسوي شنو هذا. ان شاء الله. اذا تشترون شيء دائما تعالوا على عمو، بس قولوا لاخوان عمر زكي يعطيكم تخفيض. اصدقائي الجدد يتمشون وياي. فهد يقول لي لا تتصل على المهرج القاتل، خاتل ورا البيت ترى يقتلك. وما شنو كلهم خايفين علي من المهرج القاتل. حلوه هذه التماثيل. صلاة السنة ابد ما يتركوها، شوفوا عبالك صلاة جماعة ما شاء الله. هذا المسجد من عام 1998. لا شفت سعوديين كثير امس. صورة خذوها من الفلوق. تمام تمام. خبلوها البزونة بالليزر، شوف حتى هنا دا يصيدون سمكه صغيره. بيت خالي يموتون على البي ام دبليو، ما ادري شنو قصتهم يا البي ام دبليو. شنو انا ابو الفلوقات؟ ابو الفلوقات ماريا لو شو اسمها؟ مي. مي. اما الان اصدقائك موضوع اريد احكي وياكم به. قبل ما نبدا الموضوع بالنهايه انا راح اقول لكم اذا راح استمر على اليوتيوب او راح اتوقف عن اليوتيوب، بس بدايه خلي اقول لكم شنو الاسباب اللي ممكن تخليني اترك اليوتيوب. اول شيء اثر على علاقتي ويا اهلي اقاربي اصدقائي بشكل مو طبيعي. ثاني شيء كل تفكيري صار باليوتيوب، حتى احيانا احلم باليوتيوب. اي شيء اريد اشوفه بحياتي اريد اصوره، اي معلومه تجي ببالي اريد احكي لكم اياها، صار هو شغل الشاغل، يعني صرت عبالك انا يوتيوب، كاختصار ما داعيش حياتي على طبيعتها، هاي ما عدا لما مرات اني اخذكم الاماكن معينه على مود اصور لكم، نسبه كبيره من الاشياء اللي خلتني اسافر تركيا والعراق هي وجودكم، انه انا عندي يوتيوب، انه انا عندي انتم، فقلت شكوا بيها، اخوان عمر زكي كلهم راح يكونوا وياي، راح يتونسون، راح نغير جو، مما خلاني اصرف الاف الدولارات، ومرات اطلع بالسياره، اصرف بنزين واروح لمناطق ثانيه، اتعرض لحوادث، اتعرض لغرامات، كله مقابل انه اصور لكم اشياء حلوه. دائما اخاطر بالتطيرات مالتي، بحيث اني مكسر 4 طيارات قبل، ايش قد خسران فلوس عليها؟ كاميرات ايش قد مكسر؟ البايسيكل ايش صار بيه ويخرب واصلحه؟ والسياره نفسها والتايرات والبنزين، هواي امور كلش صرفت بسبب اليوتيوب. فالبعض عبال اليوتيوب هو ربح وملايين تجيك، ملايين الدولارات وشركات وما ادري ايش يتخيلون الصراحه. والله بي خساره وبي ربح حسب انت وحظك، انت وتوفيق الله سبحانه وتعالى لك. نفس الوقت ما تصدقون ايش قد اثر على دراستي، والله العظيم قمت اجيب درجات مال رسوب، اكو كلاسات عندي لازم اعيدها كامله، وكل السبب يرجع على اليوتيوب، لان كنت امنتج كلش هوايه من زمان، الكلاسات الان كنت ماخذها. فتقدرون تقولون انه انا رسبت بهوايه مواد وراح ارجع ادفع فلوس هذه المواد من جديد او الكلاسات ما الجامعه كلها بسبب اليوتيوب. بعدين المخاطب او المتزوج ما يعرف شنو معنى المسؤوليه او معنى الانشغال الحقيقي مثلا. فانا مشغول بسفري بفلوقاتي بالمونتاج بدراستي بطلعاتي بنومي باكلي بهوايه امور كلش، مما تخليني انه انزل هذه الفلوقات بطيء كلش، وهي اقصى شيء وهي اكثر شيء دا اقدر عليه والله. اما ايجابيات اليوتيوب فهي اكثر، واول ايجابيه والوحيده اللي راح اذكرها بهذه الحلقه هي وجودكم انتم والمعلومات انه توصلكم لكم والنصائح انه تفيد الاف الاشخاص اللي دي يشوفوني. وهذا هو هدفي وهو هذا الشيء اللي يخليني اني استمر على اليوتيوب. فلذلك مهما عصفت بي الحياه ومهما واجهت من صعوبات ومهما صار واللي يصير يصير، مستمرين ونحو الافضل. اسعد نفسك بنفسك باذن الله اني مستمر، بس شويه راح يكون اقل، الفلوقات اقل، قناتي الثانيه يا دوب اقدر انزل عليها، يعني امور الله المستعان. بس اتمنى انه تدعوا لي دائما، تذكروني بدعائكم، مستمرين ونحو الافضل. اسعد نفسك بنفسك، دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.